لا إله إلا الله. بقيت مسألة أختم بها. المسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينحصر أو أن ينضبط. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجر وتقاطع وتدابر لم يبقى بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة قط، لا سيما إذا كان الخلاف معتبرا سبق القول ببعضه أئمة المسلمين. ومن الأمثلة على هذا زواج المرأة بغير ولي. جماهير أهل العلم على أنه لا نكاح إلا بولي. وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تتبنى هذا الرأي ولا تقبل أبدا أن تعقد نكاحا بغير ولي. وبتقول للناس الأمر يسير. في أزمنة التواصل الاجتماعي مش مطلوب أن الولي يسافر من المغرب إلى واشنطن، مش مطلوب ان الولي يسافر من القاهرة الى تكساس. ده على زوم يا ولدي، زوم ميتنج بتلم الدنيا كلها. بتجيب الولي من القاهرة وبتجيب الشاهد من كاليفورنيا وبتجيب العروس من واشنطن، حط الدنيا كلها من مناطق شتى على لقاء واحد، ميتنج واحد، ما دام التواصل صوتا وصورة من الجانبين. والاشكال عندما كان التواصل صوتا فقط، كانت قضية خلافية أجازها بعض أهل العلم ومنعها بعضهم. الذين منعوا شهادة الأعمى على النكاح منعوا انعقاد النكاح عبر الهاتف. الجامع بينهما أن كل منهما يسمع الصوت ولا يرى أصحابه. وهذه قضية خلافية. اليوم تجاوزنا هذا الخلاف وأصبح التواصل صوتا وصورة، من حط الزوج والزوجة والولي والدنيا كلها في لقاء واحد، يرى بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعضا، الحمد لله. فسقطت تلك المعاذير التي كان يعتذر بها فيما مضى، وكيف لي بالوصول إلى وليي، وكيف لي بالحصول على تأشيرة وتذكرة ونفقات ومشقات وري المسن وكبير وما يقدرش يسافر. لا 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 والله، وهو في بيته وهو في غرفة نومه وفوق فراشه وفوق سريره يجري عقد النكاح وهو آمن مطمئن والحمد لله رب العالمين. وما أجدر وما أحوج عقد النكاح، أخطر عقد يعقد بعد عقدنا مع الله جل وعلا على الإيمان به وعلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحوجنا أن نهتم بسلامة هذا العقد وأن نحرص على صحته ما استطعنا. لكن بعد كل هذه المقدمات، هل نستطيع أن نبطل عقود الزواج؟ المجتمع المصري 100 مليون، المذهب الرسمي مذهب أبي حنيفة يريد نكاح المرأة بغير ولي. أي امرأة تذهب إلى المأذون مش يقول لها أين أبوك ولا أين عمك. يعني من ثم العقود المستقرة لا يجوز الهجوم عليها وإبطالها، هذا ليس من الفقه في شيء. مهما أمكن تصحيح العقد على مذهب معتبر من مذاهب الفقه المعتبرة التي تلقتها الأمة بالقبول، فلا يجوز الهجوم يعني عليها بالإبطال. هل لأبي حنيفة وجهة نظر؟ نعم لأبي حنيفة يعني قطعا وجهة نظر. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فيقول أبو حنيفة: لقد أضاف النكاح والفعل إليهن، فهذا يدل على صحة عبارتهن ونفاذها، لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال إذ لم يذكر معها غيرها، وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف، فلا جناح على الأولياء في ذلك. يعني يرون عن ابن عباس أن فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارها. قال لها: أجيزي ما صنع أبوك؟ فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي. فقال: فاذهبي فانكحي من شئت. هذه الرواية التي ينقلها الأحناف، قد يكون في ثبوتها نظر: اذهبي فانكحي من شئت. قالت: لا رغبة لي
عما صنع أبي يا رسول الله، لكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من أمور بناتهم شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فانكحي من شئت. ويعني وقوله لها أجيزي ما صنع أبوك يدل على أن عقده غير نافذ عليها إلى آخر ذلك. في حديث البخاري أن خنساء بنت خذام الأنصارية أنكح أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح. وروي أن ما تزوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء وخصموها إلى علي فأجاز النكاح. أقصد في تفاصيل يعني آثار، وقالوا إن ما ورد من آثار في هذا الباب إما أنه غير صحيح أو غير صريح. صحيحه غير صريح وصريحه غير صحيح. يعني مثلا الحيث اللي هو لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، هذا عمدة الجمهور على أدلتهم، لكن طعن فيه الطرف الآخر. فقد حكي عن أبي العباس المروزي قال سمعت يحيى بن معين يقول ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر منها لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. صححه آخرون وضعفه آخرون، وخلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف من جنس خلاف الفقهاء في التحليل والتحريم. الفقهاء مش بس اللي اختلفوا، المحدثين أيضا اختلفوا. فهذا الحديث صححه إمام وضعفه إمام آخر، فمن صححه قال بموجبه ومن الحكم عليه، ومن ضعفه لم يقل بموجبه. عشان كده الفقه قضية كبيرة. وبالتالي أحسن يا عبد الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمجامع الفقهية المعاصرة اجتهاد جماعي جميل مركز، إذا صدت عنها قرارات مجمعية فهي أقرب ما تكون إلى الصواب. ألا قل لا تمثل إجماعا قطعا، لكن نوصل اجتهاد ناضج معتبر صدر عن باقة وعن نخبة من أهل العلم والتخصص، ففي الغالب يكون أولى وأسعد بالصواب من غيره. هذا خلاصة ما تيسر جمعه في هذه الأمسية الجميلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.